وسهلا بيكم في حلقه جديده في برنامجنا على قد الايد، واكلتنا كلها على قد الايد ان شاء الله. الخوخ مال السوق وبسعر يعني اقل، ارخص فاكهه في السوق دلوقتي هي الخوخ. الخوخ حلو جدا ومفيد، ويعني حابين ان احنا نستهلكه بدرجه كبيره قوي، بس اهم حاجه خلي بالكم من غسيله، لازم تغسلوه حلو قوي قوي قوي، يعني يا ريت يتنقع في الميه شويه، لان ساعات بيبقى مرشوش فبيعمل حساسيه لبعض الناس كده. فاحسن حاجه لما اجيب الخوخ اجيب طبق كده حلو، لان انا مستخدمه النهارده 5-6 كيلو من الخوخ، بجيبهم واروح حطاهم غسلاهم وحطاهم في ميه نقعاهم بشويه خل. دي حاجه مهمه قوي، يعني غسيل الخوخ ده مهم جدا. وبعدين حاولي وانت حطيتيه في شويه ميه بخل كده يكون عندك ليفه نظيفه، ليفه المواعين العاديه بس نظيفه، يعني ما تكونش غسلتي بيها مواعين قبل كده. وانت بتغسليه ابداي ان انت ايه مشي عليه كده، هتلاقي الفروه اللي عليه دي راحت. ساعات تحس كده عليه زي القطيفه، لا بتبدا ان هي ايه تخف منه قوي. وطبعا ابقى قدر امكاني ان انا تخلصت من اي حاجه مرشوش بيها على قد ما اقدر. بعد ما غسلته وسبت شويه ميه وخل وغسلته، ابداي حطيه في مصفه عاديه جدا، وافتحي عليه الحنفيه شويه، يعني خلي فيه ميه جاريه، افتحي عليه الحنفيه وابداي ايه يعني خلي الميه كده تجري فيها وتنزل من المصفه. ده حاجه مهمه قوي 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 بالنسبه للخوخ. خلاص انا بجيب الكميه اللي عايزه استعملها، ويا ريت لو انا هستعمل اللي انا هعمله النهارده ده يكون يعني حلو مستوي، مش ناشفه ولا مهريه، يعني مش طريه قوي ولا هي ناشفه قوي، لا تبقى حلوه ناضجه مش خضرة. ده يبقى احسن حل ليها يعني لو ما فيش خلاص مش مشكله، بس هي الاحسن عشان اجيب نتيجه حلوه في كل اللي هعمله النهارده. هعمل لكم 4 أصناف ولا 5 أصناف من الخوخ، ان انا اعمله بحاجه مظبوطه. تمام. طيب اول حاجه كانوا زمان بيحفظوا بيها الفاكهه، عشان كان زمان كل واحد عنده شجره في بيته او عنده كده، يعني كان بيحاول او في الغيط او في اي حته، او بيستثمر ان انا عايز اخد استغل الوقت الموسم بتاعها وهي رخيصه وتقعد معايا طول السنه. كانش في ثلاجات، كانش في فريزر، فكانوا بيعملوها ايه؟ مربات. كان اغلب الفاكهه بتتعمل يا مربات يا كومبوت. مربات اللي هي بس كانت دي الاول المربات، لان هم كانوا بيستعملوا السكر كماده حافظه للفاكهه. فكان على طول اي فاكهه بيعملوها زياده موجوده يبدا ان هم يعملوها مربى على طول. فاحنا برضو هنعمل زيهم زي بتوع زمان كده. هناخد نعمل مربى خوخ جامده جدا وريحتها حلوه قوي قوي قوي، جربوها عشان مش منتشره، يعني مربى الخوخ مش منتشره ولكنها حلوه قوي. انا بجيب عايزه تجربي، احنا لسه في اول موسم الخوخ، لسه معانا الخوخ قاعد فتره طويله، يعني مش روحه مش قصيره زي المشمش، يعني المشمش لا ما فيهوش شهر كده تلاقيه خلص، انما الخوخ لا قاعد فتره محترمه معانا. فحابه تجربي كيلو او نص كيلو او كام واحده، تشوفي كده اقبالكم ايه على طعم الخوخ في المربى زي ما انت عايزه. لا انت واثقه ان المربى هتكون حلوه، خلاص اشتغلي زي ما انت عايزه بقى. هو بنعمل ايه؟ الكميه اللي انت هتجيبيها بتاعت الخوخ نصها سكر، نصها سكر، يعني جايبه كيلو من الخوخ نص كيلو سكر. تمام. وعندي عصير ليمونه بحالها، وعندي نص معلقه صغيره ملح ليمون، نص معلقه صغيره ملح ليمون. فبعمل ايه؟ باخد كيلو الخوخ، انا قطعته بالشكل كده وشلت منه البذره اهو كده، عليه نص كيلو من السكر، هما حوالي كوبايتين، نص كيلو السكر ده كوبايتين، ماشي. عليه عصير ليمون، قولي كده معلقتين كده تلاتة ليمونية محترمة كده، وسنة ملح ليمون، ملح الليمون اهو بصوا قد ايه بس. حط بقى معاه كوباية مية كده، كوباية مية واحدة على الكيلو، كوباية مية واحدة دي بقى بتقعد على النار قد ايه؟ يعني حوالي ساعة، ساعة ونص، يعني عملتها اول الحلقة اهو عشان تقعد معاك اخر الحلقة. هغطي عليها
بس خلي بالك يعني شويه ان ممكن هتفور منك، تلاقي نزلت على البوتاجاز بقى حاجات كتير. انا بس عايزاها تسخن وهتبدا تغلي واوطي عليها وبعدين ايه ابقى احط الغطايه، بس انا هخلي بالي منها برضو عشان تسخن بس. يعني بعد خلي بالك ولا خليها عشان اوريهالك تعمل ايه. يعني انا بحط هي غطا وبسيبها تغلي وبعدين ببدا بخلي بالي جدا، انا بس خايفه ان انا اسيبها واشتغل في حاجه تانية الاقيها فارت. بتعملي ايه بقى؟ اول ما بتغلي وتبدا تعلى كده ويبدا السكر يسيح اوطي النار زي الشمعه كاني بدمس فول بالظبط، قليل خالص، واسيبها تعيش بقى. تقعد بقى ساعه ونص، تقعد ساعه، تحضر طبعا كميه اللي انت حطاها بتاعه الايه بتاعه المربى. اهي المربى دي بقى ممكن لو الخوخ مستوي عندك شويه مش ما تجراش حاجه حلوه فيها، يعني الحاجه اللي ممكن تنفعنا فيها يعني. تمام، هتعجبك قوي المربى دي وريحتها بتبقى حلوه جدا، حتى واحنا بنعملها كده في البيت بتشم ريحه الشقه كلها حلو، ريحه عارفه ريحه الخوخ ريحتها جميله كده كانك رشه برفان في البيت او معطر الخوخ ده. انا عايزه اعمل لكم منه حاجات كتير بس يعني حسب بقى ايه وقت الحلقه ان شاء الله نعمل منه حاجات كويسه. اجيب بس حله كمان او مش مهم حله، ممكن وجه زي كده نعمل بقى ايه. طبعا انا كده عايزه اسلق خوخ عشان اعمل بيه كومبوت، اعمل بيه ايس كريم، هعمل يعني كام حاجه كده هنعملهم مع بعض، كلهم عايزين خوخ مسلوق. يعني احنا هنعمل مع بعض ان شاء الله، هخلي بالي برضو منه، ايس كريم وهعمل عصير وهعمل كومبوت، كل ده عايز خوخ مسلوق لازم. طيب احنا خلصنا المربى، ما قلتش اخلص منها اول حاجه، ودي تبقى ايه يعني مش محتاجه ده مسلوق ولا مش مسلوق، هو الخوخه زي ما كده تجيبيها تقطعيها وتشيلي منها البذره وتشتغلي طبعا وغسلتيها كويس جدا زي ما قلت لك بالخل، ولو عايز تحطي كمان عصير ليمون ماشي، وتصفي عليها وتحطي عليها ميه جاريه. خلاص كده هناخد بقى الخوخ اللي عايزه اسلقه، يا اما هتشيله منه البذره وتسلقيه، يا اما تسلقيه زي ما هو سليم كده، تسلقيه كده زي ما هو يسلق سليم. بعد ما يسلق بروح ايه شايله منه البذره بالشكل كده، خلاص يعني مفيش مشكله فيه خالص. عايزه تقعدي وانت قاعده كده شلتي منه البذره في الاول ماشي، بس ما تقشريش، التقشير هيجي بعد السلق. خلاص هاخد اهو، حط معاها بس كمان ليمون في الميه، يعني اصل الليمون حتى تعطي قشرتها برده معاها ما يجراش حاجه، ونسلقها حبه. تسلقي طبعا الميه دي انا ببقى عايزاها، يعني الميه دي انا هستعملها فيه ان انا يا اما هحطها هعمل لها في كومبوت، يا اما يعني لازم مش ترميش لان دي ميه حلوه جدا تنفع تسقي بيها كيكه، تنفع لحلويات، تنفع تتشرب كعصير ميتها بس. فهقول لك هنعمل ايه. طبعا هنا انا بس احط سكر معاها برضو عشان ميه السلق دي مش هتترمي، لا تبقى عصير. وطبعا بحط السكر حسب التحليه اللي انا عايزاها، متفقين؟ متفقين. بصوا 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 منظر المربى بقى، هتشوفوا الجمال بقى والالوان الحلوه، بصوا منظر ميتها، بصوا بامبيكا الحلو ده. طبعا بسيبها لغايه ما تتهري، هي هتغلي اهي، وهبدا اوطي عليها خالص، بس تغلي كويس، تغلي حلو ماشي. بص بقى غليت اهي، هوطي النار عليها خالص اهي عشان ما تفرشي، واقفل عليها كويس اكمرها، واطلع فاصل ونكمل بعد الفاصل، وفاصل ونواصل. على قد ويا رجاله من الفاصل، والله واقفه جنب البوتاجاز متمزجه يعني هو بص بتلك كده واقفه جنبه عشان لابسه، لازم انا انت عارفاني فنانه والفن بتاعي مش سهل، ان انا لازم البس مطقمه مع الحاجه اللي بعملها
يعني الخوخ يعني واخدين من لون الخوخ شويه شويه. هطبخ فرخه تلاقيني مريشه لابسه لابسه ريس. لازم الواحد يبقى ايه طقمه في ايه مالكم. بصوا 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 الجمال اللي واقفه جنبيها دي. تعالوا اقول لكم عملت ايه تاني ده ازاي. انتبهي بقى صحصح. مربة الخوخ اهي ماشي. قطعت الخوخ غسلته حلو قوي وقطعت وشلت البذره حلو. خدت حوالي كيلو. الكيلو ده حطيت عليه نص كيلو من السكر. كيلو الخوخ حطيت عليه ايه؟ نص كيلو من السكر. حطيت عليه ربع معلقه يعني لا نص معلقه صغيره نص معلقه صغيره من ملح الليمون عشان ده ماده حافظه برده. وحطيت عليه كوبايه ميه كوبايه واحده من الميه. حلو الكلام. سبته غلى زي ما شفتوا كده وبعدين وطيت عليه النار خالص وبعدين اكمره. ده اللي عملته المره اللي فاتت. طيب تعالوا بقى دلوقتي بنعمل ايه. حطيت خوخ يتسلق. حطيت خوخ يتسلق سليم او نصين زي ما انتوا عايزين. حلو. وبعد كده حواليك قشرته. تقشيره طبعا سهل جدا انه بيطلع منه القشره في منتهى البساطه. بعد ما بيتسلق عارفين زي ما بنعمل الطماطميه كده تطلع منها القشره على طول سهله خالص. فهي انا عامله كميه طبعا عشان بس الوقت. سلقنا شويه خوخ وشلنا منه الايه القشر. مرميش الميه بتاعته. ميته ده الشربات بتاع اي حاجه بعملها او ميه الكمبوت تمام. فانا ممكن انقي بس كده كم واحده حلوين سلام علشان الكمبوت اللي انا بعمله اللي هو ده اللي انا بسلقه ده الكمبوت اللي انا بعمل ايه بسلق الخوخ في ميه طبعا نظيفه جدا. هو مغسول نظيف جدا وفيها شويه سكر وفيها عصير ليمون. شويه سكر وعصير ليمون. طيب تتسلق طلعها اروح ايه مقشراها. باخدها بقى كده بحطها نصين كده في بطرمان عشان يبقى عندي كبوت خوخ. بصوا بقى انا علشان احفظه مده طويله ده ليه كده ايه حاجات بعملها في ان انا اعقمه. اعقمه ازاي اقول لكم. انا بعملها بصراحه يعني بحطها في الثلاجه تقعد معايا اسبوع اتنين وخلاص بتبقى خلصت. مش بعمل كميات كبيره. طب لو انا عايزه اشيله بره الثلاجه اعمل ايه بره الثلاجه بقى اللي بيحصل. بجيب بطرمان بس اللي يكون غطاء مش ده يكون غطاء معدن عارفينه الغطاء اللي بيلف ده المعدن ده. وبعدين عملت ورقه قبل كده انا. وبعدين بجيب حله واحط فيها فوطه واحط فيها ميه علشان ما يبقاش البطرمان ملامس. هعملها معاكم في حاجه تانية ماشي عشان بس كنت عايزه بطرمان من اللي بيتقفل كده بس ما لقيتش الحديد ده. بحط فوطه واحط فيها البطرمان بعد ما اغطيه مش الغطا ده الغطا التاني وميه واغطي الحله واسيبه يغلي حوالي ممكن مثلا ساعه على نار متوسطه او نار هاديه بعد الغليان. بعد كده بشيله واسيبه يبرد تماما. بتلاقي البطرمان الغطا بتاعه قابب. دي خلاص هو كده احتفظنا بيه. طبعا ما تفتحوش لازم لما تيجي تفتحيها كده تعمل تك اللي هي الماده الحافظه بتاعتها دي. يعني بتيجي بتعمل بطرمان الصلصه هو بيبقى معمول كده بقى. فطبعا ده ليه شويه شوكلت تشوفوها فخليها في مره ثانيه ابقى اعملها لكم. بس ده الكمبوت ده انا عاملاه ده يقعد معايا اسبوعين في الثلاجه خلاص. طب لو انا عايز اشوف عايز اشيله مده اطول وما عملتش الحركه دي ولا حاجه حطيه بقى في كيس الكمبوت بالميه بتاعته. يعني حطي ميه في الكيس تكون بردت طبعا وبعدين اربطيه وحطيه في الفريزر خلاص برضو بقى كمبوت. طلعيه وسيبيه يهدى خالص. انت عملتي كده الكمبوت. طبعا انا كده مش هحط حاجه دلوقتي الميه بتاعته غير لما الميه بتاعتي تهدى وتتحول ل يعني تغلى كده تغلي كتير واخدت اللي هي يعني بقت ما فيهاش اي ميكروبات ما فيهاش اي حاجه بقى عندها نقاء كده عارفه الميه النقيه بقى بالظبط كده. بس بعد كذا غلوه زي ما مغليه يعني عارفين الميه مغليه احنا بنقول احنا عايزين ميه مغليه يعني مطهره بالظبط كده. اهي بصوا بقى الميه الحلوه دي اهي هي دي تغلي بس شويه وتبرد نحطها فوق الخوخ اللي احنا مقشرينه. انا هنا حطيت هقول تاني المربى هنا خلصت
يا بنتي استعبي القليل ليه يا بنتي؟ بصوا جمال اللون. بص انا عملت هنا دي كومبوت، هقول تاني، جبت كيلو من الخوخ، كيلو من الخوخ شلت منه البذر او حطيته سليم مش مشكله كده او كده، حطيت عليه كميه من الميه تعوم فيه كده الخوخ، وحطيت عليه سكر، السكر مثلا على كيلو احط قولي كده كوبايه ماشي، وحطيت عصير ليمون واسيبه يتسلق في الميه اللي بالسكر بالليمون. حلو 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 الحمد لله. تعالوا بقى بعد ما اتسلق بشيل منه القشر عادي كده، بتسلخ منه سلخ كده، بشيل شويه في برطمان او في كيس حسب ما انا عايزه احفظه قد ايه، برطمان في التلاجة اسبوع اتنين بالكتير، كيس في الفريزر للسنه الجايه ولا اي حاجه. هناخد بقى هنا، تعالوا بقى نعمل حاجه تانية خالص، ايس كريم. ايس كريم بنقي بقى الخوخ الايه المهري ده، المهري ده بقى ينفعنا هنا، والايس كريم ده بقى ممكن اعمله اقضيه الصيف كله، يعني حطيه في الفريزر يقضيك طول الصيف، زي خلي اصلا عندك مكان في الفريزر، ده المهم. باخد مستويه قوي كده، عباره عن ايه؟ نقي بس كل المهري، اخلي السليم ده اعمله حاجه تانية مثلا زي الكمبوت مثلا، والمستوي قوي اخليه للعصير وللايه وللايس كريم، هيزق حتى لو مش مهريه لازم تسلقيها حلو قوي، يعني للعصير وللايس كريم لازم يكون مسلوقه سلق جيد، مسلوقه حلو. انا مثلا قولوا هاخد كيلو مثلا، الكيلو عندي فيه وفره ما شاء الله، الكيلو عندي ما بيخلصش. بركه مش سمينا قلنا بسم الله، الكيلو ما بيخلصش. وبعدين اضرب بقى ده اهرسه، وهنا نشوف الاخبار ايه، انا لازم اسويه سواء هعمله كمبوت او مش كمبوت، يعني بسويه، يعني هو كده بس شويه، ممكن اطفي عليه، اطفي عليه ميه غليت كده واسيبه في ميته شويه يكمل سلق، هو مش مستحمل اصلا ماشي. بص لون ميه الكمبوت بقى الجميل ده، تشرب عصير لوحده كده، هو خد كل اللون اللي بره، لسه لسه لسه، لا 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 تقلقي لا تقلقي، تمام. انا بقلبه كده عشان ما يغمقش، وخليها بقى تهدى فيها شويه، لو لقيتيها اقدر اسكتها، شغالين فيه دلوقتي لسه بن ايه، دي مكونات الايس كريم، الخوخ بهرسه نص، جمال الريحه، وغطي تاني اهو عشان ما فيهاش، هو بيقعد ده طول يقعد لاخر الحلقه وهو ايه شغال. انا كده بقى ايه بطحن الخوخ المسلوق، حلو الكلام. طيب اطلع فاصل ونكمل بعد الفاصل، وفاصل ونواصل. ورجعنا الفاصل، واحنا كنا سايبينكم في الفاصل اللي فات بنعمل ايه، كنا بنهرس فيه الخوخ المسلوق قوي اهو. طيب خلاص عايزه اوريهولك برضو اهو، اتهرس قوي كده خلاص، ده الخوخ خلاص. طبعا اللون ده هتلاقيه في الايس كريم لونه فاتح مش باين، انت ضيفي له لون بقى، حطي له نقطتين لون بس، اي لون برتقالي اي لون اصفر حطهوله. طيب تعالوا هنا
نحط ايه؟ بصوا بقى لبن مكثف، وعملناه مع بعض كذا مرة قبل كده. طيب اللبن المكثف ده عندك علبة؟ ماشي. ما عندكيش يبقى هتعمل ايه؟ هعمله ازاي؟ كوباية من السكر البودرة، كوباية من اللبن البودرة، ربع كوباية من الزبدة، نص كوباية مية سخنة او كوباية لربع مية سخنة. ده خايف شوية فواخد كوباية لربع مية سخنة. يا ريت تنزلنا بقى دي اللبن المكثف عشان اللي ملحقش يسمعها مني. هحط انا هنا كوباية كده لبن مكثف اللي احنا عاملينه بايدينا مع الخوخ المهروس. حلو. مش هحط سكر هنا، مش انا خلاص هنا في سكر، اللبن المكثف في سكر وفي كل حاجه. اخلط بقى ايه اللبن المكثف مع الخوخ المهروس. حلو. هنزل حوالي كوبايتين كبار من الكريم شانتيه المضروب، مضروب احنا ضاربينه بالمضرب العادي خالص الكهرباء او ضرباه في العجان اي حاجة، مهم ان هو مضروب. حط لون كمان. ايه ما عايز تدي لونه فاتح؟ مش مشكلة. عايز تدي له لون، ندي لون سنة كده بس برتقالي، نقطة بس، نقطة نقطتين تلاتة حسب ما انت عايزة بقى. ده لون صحي مفيهوش حاجة. ونقلط بقى كل ده مع بعض. اعملي بقى الكمية اللي تريحك من الايس كريم بتاع الخوخ. عايز لون تاني شكله. ونيجي هنا بقى كومبوت الخوخ، لازم هنحطه في ايه؟ معاه ميته. ده بقى ممكن تقدميه كده ببولة زي الخشاف، بولة صغنونة كده معاها يحطي اتنين تلاتة ومعاهم شوية عصير ويتقدم كده لوحده، او في كاسة، اي حاجة يتقدم ممكن زي ما هو كده، او للحلويات او يضاف له فاكهة، كل دوت ممكن. اهو كده ادي كومبوت الخوخ يا جماله يا جماله، ما شاء الله ما شاء الله. نشوف اخبارنا هنا ايه. لسه شوية على المربى، حابة تحط لها في الآخر جيلي ممكن، يعني ممكن. ده بقى بإيه جيلي؟ ده بيعمل إيه بقى؟ بصوا، يعني دلوقتي أنا سويت المربى بس بحيث إن هي لا لسه ما استوتش قوي، يعني طبعًا في سوا كده للمربى عشان تبقى مظبوطة وما تبصش مني، إن أنا بجيب النقطة مثلًا كده من مية المربى، يعني السائل بتاعها ده، وأحطه على طبق. لو علم اوكي، ما علمش يبقى انا ايه كده خلاص مظبوطه، يعني لازم في تكه كده معينه بننقط بيها. هوريكم فين، معلش انا هنوسخ الارضيه يعني عايز اسوي ابيض اصلها كده مثلا نقطه كده. تمام. فكنا نعمل ايه بقى؟ نشدها كده بايدينا كده كده، قربت على السوا بدل ما لمتش على بعضها بسرعه، لمت على بعضها يبقى لا خلاص لسه نيه، بس هي كده خلاص قربت على السوا. طيب انا بقى مش عارفه هي ناجحه معايا ولا مش ناجحه معايا. ضمانا ضمانا ليها والاحسن لك تجيبي باكو جيلي، باكو جيلي باللون اللي انت عايزاه، مثلا باللون الاحمر باللون الاصفر اللي انت عايزاه، وهتروحي حطاهم عليها قبل ما تطفي بشويه صغيرين ومقلبه وخلاص. ده بيديكي بقى مده صلاحيه اطول. بص اللون ده حلو كده، ممكن اللون ده حلو، عايزه تزودي تاني؟ زودي بس كفايه. ماشي؟ اهو ايس كريم خلص. ايس كريم بالخوخ. طبعا الكركع اللي فيه دي قطع خوخ برضو. بصوا يا جماعه انتوا ممكن تعملوا من ده بقى علب 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 كده في الفريزر، وتخلوها للاولاد بقى للضيوف، حاجه كده سبيشال زي ما بيقولوا. فعلا يعني الايس كريم الفاكهه اللي احنا بنعمله في البيت ده لا يقول عليه، يعني مهما جبتش اي نوع ايس كريم من بره
في مواد حافظه، في سكر كتير، حاجات كتير جدا. ان احنا فاكهه ولبن مكثف والكريم شانتي، بس كده. وهطفيت على المربى اهو كمان عشان هي كده بقت مظبوطه ان شاء الله. صب البوتاجاز لسه سخن. تمام كده. كده فاضل لنا ايه بقى؟ العصير. انا هنا ما حطيتش سكر في الايس كريم. الايس كريم ده عباره عن ايه؟ هقول تاني. كيلو من الخوخ اللي اتسلق حلو قوي، هرسته كويس جدا، حط عليه كوبايه لبن مكثف. حطيت عليه ايه؟ كوبايه لبن مكثف اللي احنا عملناه لوحدنا في الخلاط عادي خالص. بعد كده حطيت عليه كوبايتين من الكريم شانتيه المضروبين، يعني بعد ما ضربت الكريم شانتيه خدت منه كوبايتين، خدت منه ثلاثه مش مشكله. وبعدين ضربتهم مع بعض حلو قوي، وحط لهم لون يليق مع لون الفاكهه اللي انا عاملاها. حلو الكلام؟ حلو الكلام. هنا طبعا المربى دي طبعا تسيبيها. انا عايز اشوف بس هنا الاخبار ايه. لا لسه عايزه ايه؟ لان بحب اسيبها لغايه ما تيجي تطلعي القشره تطلع بسهوله. اخليها شويه. هي لما تهدى لما تبرد هتطلع معاكي بسهوله. تمام؟ وهنا المربى لما نحطها في البطرمان اسيبه مفتوح، ما اغطيهوش. ليه؟ بخار الميه بتاع الخوخ او بتاع اللي انا المربى يعني اللي بعملها دي، لو انا سبت قفلت هتعمل قطرات ما تعفني المربى على طول. فعشان كده لازم بقى بروح حطها كده. الاحسن تسيبها ما تهدى خالص. برطمان كبير يشيل 2 كيلو مش كيلو. مش مشكلة. نو بروبلم. أهم حاجة تاخدوا المحتوى. المحتوى حلوة المحتوى دي. يا سلام عليا. يا سلام عليا. بسم الله بسم الله. هعمل إيه؟ يا اختي شباب صغيرين قوي. ادي ايه طلع نص البطرمان، بس مش مشكله. لا ممكن نجيب بطرمان اصغر منه احلى عشان بس التصوير يبقى الشكل مش لطيف. اطلع فاصل اجيب بطرمان اجيب قاعده فاصل وفاصل وروس. ورجعنا من الفاصل. بصوا بقى ادي مربى الخوخ. بصوا جامده جدا جدا جدا. مربى بقى سندوتشات على كيكه على اي حاجه زي ما انتم عايزين. مميزه جدا جدا جدا. وهقول لكم في اللي جاي بقى هقول لكم احنا عملناها ازاي برده. هراجع معاك كل المقادير دي. لا تقلقوا لا تقلقوا. نيجي هنا بقى الاول احنا نعمل عشان نخلص بس وصفاتنا وبعدين نخش في المراجعه. العصير. عصير الخوخ بنعمله من ايه؟ هل بنعمله من هي طازه؟ لا، احلى كتير قوي لو عملناها هي مسلوقه. سلقناها وقشرناها. دي بقى بتفرق جدا في طعم الخوخ ومده صلاحيته اطول. يعني ممكن احطه في الثلاجه اسبوع مش هيحصل له حاجه غير لما اعمله طازه. لو عملته طازه بيبدا ان هو ايه يفصل منك بسهوله. وبعدين ممكن انا اعمله عصير واشيله اكياس في الفريزر. يعني مش عايز اشيله سليم كده زي ما هو اللي هو بعد ما اتسلق يعني في اكياس وتحطيه على طول يضرب. لا ممكن تشيليه اصلا مضروب لوحده. فانا بعمل ايه؟ باخد بعد ما سلقت الخوخ بالشكل ده باخد الخوخ واحطه في الخلاط نعمل منه عصير. بعمل احط له ايه؟ يا اما بحط له ميه الخوخ زي ما هو يا اما ميه عاديه لو انت عايزه لو ما فيش يعني وانت شايله كده اهو كده. تمام علي خلاص عمرهم كله. عايزين حاجه ثانيه. احنا معانا حبه مسلوقين معانا حبه مسلوقين مش مشكله. حط معاها عصير ليمون ممكن حبه صغيرين. بتحطي معاها يا عسل ابيض يا سكر. انا هحط السكر المعتاد. انما اللي عايز يحط عسل ابيض يحطه.
حسب التحليه اللي تفضليها. يعني شوفي انت تحبي ايه. هحط معاها ميه الايه؟ العصير. حتى انا لما اجي اشيلها في الفريزر لازم اشيل معاها ميه. يعني لو انا هاخدها بكيس هحط كام كمبوته كده، كام مش خخايه بكيس، لازم احط معاها ميه، ما احطهاش ناشفه. تخليها على طول فيها طراوه. تمام؟ فدي مهمه جدا. اروح واخده الكيس على طول واحطها في الخلاط. بسم الله بسم الله. ده بقى اسهل عصير واحلى عصير. حابه تلونيه برضو لونيه، بس انا شايفه لونه جميل، يعني شايف بص ميته لونها حلو قوي، مش محتاج لون تاني. انما حابه تحطي لون حطي لون كده، حلو قوي. طبعا الخفيه بتاعته حسب ما بتحبي، الخوخ سم العصير سمكه ايه، تقيل خفيف، حسب ما بتحبي. هنشوف برضو الاخبار. بس انا بقى ايه، بضرب حلو قوي الخوخ وادوب السكر الاثنين مع بعض. حلو الكلام. في بقى طريقه كده، هو عصير خلاص، في طريقه لذيذه جدا بتخليها طعمه احلى، بحط له برتقان، يا اما عصير يا اما لو برتقان بسره باخده ايه، فليهات فليهات كده، برضو بتخلي طعم الخوخ حلو قوي. يا اما عصير يا اما عصير، يعني حطي كوبايه عصير معاها مثلا عصير برتقان ونضرب حلو قوي. سكر، حطينا سكر. اللي عايز يحلي بعسل يحلي بعسل، كل واحد حسب امكانياته بقى او بيحب ايه يعملها. حابه تشيل العصير بالشكل كده شيليه، حابه تشيليه كومبوت شيليه كومبوت، وبعدين اضربيه في الخلاط. وزي ما اتفقنا، انا هدور على كيس دلوقتي اعملها لكم. وزي ما اتفقنا، الكومبوت لما بشيله بشيله مسلوق ومعاه ميته، ومعاه ايه؟ ميته. خلاص بس كده، كده عملنا الايه؟ العصير اهو. بسم الله. شوفوا لونه وجماله. حابه تلونيه تحطي نقطتين لون كده برتقالي، حطي بس كده. اطلع فاصل واجيب الكيس لكم بعد الفاصل، وفاصل ونواصل. على قد ورجعنا من الفاصل. بصوا بقى، احنا سلقنا الخوخ زي ما اتفقنا اهو، وطبعا يا حبذا لو قشرناه هيبقى احسن كتير. وبعدين لما اجي اشيله في الكيس اشيله بميته، لازم ميه. ماشي اهو، باخده كده زي ما انا حاطه في البطرمان ميه اللي هو مسلوق فيها اهو كده، لازم كده حلو عشان يبقى على طول في طراوه. فضي الهواء منه كده، يبقى تاخديه على طول على الخلاط وتحلي زي ما انت عايزه اهو. قسمي بقى اكياس صغيره اكياس كبيره حسب ما انت عارفه انا بعمل عصير قد ايه. مثلا اخليه صغنن كده بحيث لو جالي ضيف ابقى سريع ان انا اطلعه واحطه في الخلاط وعليه الميه. حطي تكملي ميه بقى طبعا عادي من عندك، مش اي مشكله، والسكر او الايه او الشربات اي حاجه او العسل. طيب كده عملنا مع بعض ايه اهو، ادي الكمبوت في البطرمان وادي الكمبوت اللي في الفريزر، ده ثلاجه وده فريزر. عملنا اول حاجه المربى اهو زي ما انتم شايفين اهو، ده الكمبوت المربى اللي عملناها. اول حاجه حطيناها على البوتاجاز عشان تقعد معانا طول الحلقه على نار هاديه. ده الخوخ الكمبوت. طب خدوا الكمبوت الاول ولا حاجه، انا جبت الخوخ
حطيه في الميه، اغسليه طبعا كويس جدا، حطيه في الميه ومعاه سكر وشويه عصير ليمون وسيبيه يغلي. بعد ما يغلي قولي 3 4 دقائق اطفي عليه النار وسيبيه، او اختبري القشره سيبيه شويه يعني فيها كده عشان ما يتهريش منك، يعني ما تزوديش عليه الغليان عشان ما يتهريش منك، تمام؟ وبعد كده طلعيه قشريه، افتحيه طلعي منه البذره، او عايزه تعمليها من الاول شيلي منه البذره زي ما احنا عملنا اللي يريحك. خلاص كده بعد كده بسيبه يغلي غلوتين واسيبه يبرد تماما. اخدت منه في حطيت في البطرمان وعليه ميته، او في الاكياس وعليه ميته برده بعد كل ده ما يبرد. خلاص ده كده كومبوت الخوخ، طبعا سعره رخيص، استغلوه قبل ما يغلى تاني او بينتهي عامه، بس ياخد فترته يعني مش بينتهي بسرعه قوي. المربى الخوخ معانا اهي، بص لونه وشكله لا يفتح النفس ما شاء الله، يعني سندوتشات حلويات كله زي الفل. خلاص سبته لغايه ما حسيت ان ميته استوت، وعشان زي ما قلت لك ضمانا لو انت خايفه ان هو ما يكونش استوى بتحطي في الاخر كيس جيلي، ده بيمنع لك اي يحصل فيه اي حاجه، بيفسد في اي حاجه. عملنا كمان ايس كريم الخوخ، ايس كريم الخوخ اللي انا عملته قدامكم بالخوخ اللي هو المهري اللي اتهرى شويه زياده، وخلطته حلو قوي، وبعد كده حطيته كوبايه لبن مكثف وبعدين كريم شانتيه. ولون طعام طبعا اللون بقى حسب ما انت عايزه، غمقتيه قوي بقى اصفر كده زي ما انت عايزه، سبتيه فاتح معانا كده اللي يريحك. انا بصراحه بخاف من اللون شويه لانه ما فيهوش حاجه، القهوه حلوه وصحيه وكل حاجه، بس زي ما انت عايزه تلونيه قوي لوني، عايزه تسيبيه فاتح اللي يريحك، يعني طبعا حسب ما انت عايزه. طبعا الايس كريم ده يقعد معاكي من السنه للسنه ولا يحصل له اي حاجه، اعملي كميه بس لو عندك مكان في الفريزر طبعا، وعلب علب بقى للاولاد بقى، حاجه صحيه ولذيذه جدا. ده كريم شانتيه وفاكهه يعني ما فيهوش، ولبن مكثف ده حاجه طبيعيه. خلاص عملنا كمان عصير الخوخ اللي ممكن اشيله بالشكل ده في الفريزر، وممكن اشيله كومبوت وبعدين ارجع اعمله عصير ولا حاجه، هي نفس الخوخ المسلوق، حطيت له سكر حطيت له ميه وخلاص، وميه الكومبوت كمان وخلاص على كده، وضربته كويس جدا في الخلاط. وانت ما حطيتش معايا عصير برتقال ممكن جدا بتغيره طعمه شويه، معاك كوبايه عصير برتقال او كام شريحه من البرتقال وبس كده. وخلص موسم الخوخ معانا، خلاص خلصت عليه كله الحمد لله. جربوا بقى انواع دي، عايزه تجربي كميه قليله جربي كميه قليله، عايزه تعملي كميه اللي يريحك حسب المكان اللي عندك. خلصت حلقتنا النهارده، كل سنه وانتم طيبين واشوفكم على خير، الى اللقاء.